سلام الله عليكم. عندنا هذه الوالدة يعني كما تشاهدون من نهاية الفيديو طبعا تشتغل تبيع فاين بالشارع. عندي بيت مستأجر ب 35,000، عندي 12 نفس داخل البيت كلهن بنات وأطفال، معي بنية مزوجة، زوج بنتي بينه جلطة وراقد أيضا عندي بالبيت، نازحين من داخل تعز. قال والله العظيم يا ابني ما معنا حتى لا شاي ولا سكر ولا معنا أي شيء، وهم قالوا والله نحن نقيس باليوم من 3 أيام الناس يناموا وأني كذا من كثر ما أهم كيف أسدد إيجار البيت. قالوا أقوم أشتغل. قال هذه الأيام ما والشغل ما عاد يشتغلوا، شو التجار كيف يعني؟ قالوا والله نحن من الصباح لا قبل المغرب أشتغل ب1000 ريال، خذني دخل 2000 بين ما وارجع إلا من يدي لي حبة عيش ولا قيل كذا. قال كم من أيام نرقد بدون أكل، نقيس على وجبة باليوم، المن واللي نسارب ما يعني حالتهم حالة، وعنده بجيه خطر. الان طبعا عندي حاله نفسيه تستخدم حق. قال والله ما كان بيني حاله نفسيه كثر ما افكر كيف اكل بناتي، كيف اسدد الايجار. قال هكذا الناس نايمين واني صاحي للصباح، فانا اتمنى من كل الناس ان يحسوا بوجع الام هذه، يعني مره بالسن هذا والله انه جريمه وحرام تجري بالشوارع من صبح الله من الساعه 7 لا تسعى على شويه فاين تبيع وما تدخش حق المصروف. اذا كان زي ما قال فعلا التجار ما عاد يشتغلوش، ما بالك بعض الناس الكادحين الضابحين و12 نفس داخل البيت. فأنا أسأل الله ثم فعل الخير إذا يتعاونوا معي بتسديد الإيجار، علاجة له للبنات حق الأمراض، ويعني يوقفوا معي حتى المواد الغذائية والبطارية تصلي لأني جالسة بدون يعني بدون إضاءة. وجزاكم الله الخير.